بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي طلاب الصف الثاني الثانوي، إن شاء الله النهاردة في الفيديو ده أكمل معاكم حل وشرح الدرس الثاني من الوحدة الرابعة من كتاب ميرسي. هنبدأ دلوقتي بعنوان الوحدة كومباري دير سيكو أون بريفير، يعني قارن واذكر ما نفضله. هنا دلوقتي الكلمات المذكرة، أول حاجة أن ميبل، أن ميبل يعني أساس، أن هامستر، هامستر حيوان قارض، أن شيان، أن شيان يعني كلب، أن شا، أن شا يعني قط، أن دوفين، دوفين اللي هو الدولفين، شيفال، شيفال، لابان، لابان إليفانت، إليفانت، مير، مير، كوزان، كوزان اللي هي مخدة يعني، أوريي، أوريي، وسادة طويلة، أفيون، أفيون، طائرة، أن رومان، رومان، رواية، سينما، سينما، كونتينيو، كونتينيو، بيرو، بيرو، أورديناتير، أورديناتير، لو تاب، لو راب، لو راب، دي موسيقى الراب، لو روك، روك، ان بوست ايت، ان بوست ايت قصاصة من الورق، ان ايتاج، ايتاج طابق او دور، سيرك، سيرك، ميوزي، ميوزي، ميبل، ميبل، تياتر، تياتر، كوميرس، كوميرس اللي هو المركز للتجارة. نيجي على نوم في منان الاسماء المؤنثة، ان شامبر، شامبر يعني غرفة او حجرة، مكت، مكت مجسم، ان تابلت، تابلت اللي هو التابلت، لا مونتانيا، مونتانيا الجبل، إن كانتين، كانتين، إن بي دي، إن بي دي قصة مصورة للأطفال واختصار باند ديسيني، باند ديسيني، إن أفيش، أفيش ملصق، إن بورد، إن بورد، إنفينيت، إنفينيت، إن شين، إن شين، إن سورتي، إن سورتي اللي هي خروجة أو فسحة، لا شيمي، لا شيمي، لا فيزيك، لا فيزيك، إن غوم، إن غوم، إن تروس، إن تروس، إن بارتي، إن بارتي، إن ديكوراسيون، إن ديكوراسيون، إن كومباريزون، كومباريزون، لامير، لامير، إن موتو، موتو، إن سوري، إن سوري، إن تلفزيون، إن تلفزيون. لي ميبل دو لا شامبر، لي ميبل دو لا شامبر اساس الغرفه، ان لي، ان لي اللي هو السرير، ان بيري، ان بيري مكتب، ان فوتي، ان فوتي كرسي، ان تري، ان كنبي، ان كنبي كنبه، كنبه او اريكه، ان بلاكار، ان بلاكار دولاب، ان تيروار، تيروار يعني درج، ان تابل دو شيفي، ان تابل دو شيفي كوميدينو وتطلق على التسريح ايضا، إن أرموار، أرموار، إن شيز، شيز، إن إيتاجير، ديز إيتاجير، ديز إيتاجير، دي أرفب ودي جمع مؤنث. لا ديكوراسيون دو لا شامبر، لا ديكوراسيون دو لا شامبر، ديكور الغرفة. إن رانج سي دي، إن رانج سي دي، رف أسطوانات. إن ريفي، ريفي، منبه. إن تابي، تابي، سجادة. ريدو، ريدو، ستارة، ان تابلو، تابلو، لوحة، ان لامب، لامب، اباجورة او لمبة، ان كوربي ابابيير، كوربي ابابيير، سلة مهملات، ان افيش، افيش يعني ملصق، ليفير، ميبلي، ميبلي، يؤسس او يفرش، ديكوري، يزين او يزخرف، كومباري، يقارن، بريفيري، يفضل، اكروشي، أكروشي يعلق شيء على حامل، بارتاجي، بارتاجي يشارك، كولي، كولي يلصق، إنفونتي، إنفونتي يخترع، فيكزي، فيكزي يثبت، ديكرير، ديكرير، أبروندر، أبروندر، أوفرير، أوفرير، شوازير، شوازير، دير، دير، بعد كده صفات ظروف، ظروف جر تعبيرات، فيكزي، فيكزي مثبت، ميبلي، ميبلي مفروش، رابيد، رابيد سريع، لونت، لونت بطيء، اوت، اوت يعني عالي،
انتريسانت انتريسانت شيق امبورتان امبورتان هام فاسيل سهل ديفيسيل صعب انسيان انسيان يعني قديم فيو فيو قديم اوتيل اوتيل انوتيل انوتيل يعني غير نافع غير مفيد انتليجان انتليجان ذكي جانتي جانتي شير شير فيت فيت بلوكو بلوكو يعني اكثر من ده في المقارنات موانكو موانكو اقل من اوسيكو اوسيكو يعني مساوي لي او ميليو دو او ميليو دو في وسط بارسكو بتساوي كار الاثنين بمعنى لان وياتي بعدهم جمله كامله ودول يبقوا اجابات على سؤال بادئ ببوركوا نيجي دلوقتي اوبسيرفي لي ميبل اي لا ديكوراسيون دو لا شامبر اساسات وديكور الغرفه لي ميبل دو لا شامبر اساس الغرفه سؤال في سؤال بيقول لك ايه كيسكي تي اشيت ماذا انت تشتري بور ميبلي لكي تفرش تا شامبر غرفتك او تؤسس غرفتك جاشيت بشتري ان لي ان لي سرير ان بيرو ان بيرو مكتب ان فوتي ان فوتي كرسي انتريه ان كنبي ان كنبي كنبه ان طابل دو شيفي ان طابل دو شيفي كومودينو او تسريحه ان ارموار ان اربوار يعني دولاب ان شيز كرسي ديز ايتاجير ديز ايتاجير ودي اف يبقى مؤنث اللي هي الارف لا ديكوراسيون دو لا شامبر ديكور الغرفه كيل ديكوراسيون اليا دون تا شامبر اي ديكورات او ما هي الديكورات التي توجد في غرفتك اليا ان ريفي ان ريفي اللي هو منبه ان تابلو تابلو لوحه ان رانج سي دي رف اسطوانات ان تابي تابي سجاده ان افيش افيش يعني ملصق ان لامب ان لامب اباجور او لمبه ان كوربي ابابيير سله ورق او سله مهملات ديريدو ديريدو ستاير ودي جمع مذكر نيجي دلوقتي لتحديد مكان اي قطعه اساس او ديكور في الغرفه نستعين باحدى حروف الجر التاليه دي اسمها حروف جر المكان في حروف جر ثابته وفي حروف جر هنلاقي مركبه يعني مثلا ديفان امام ها عكسها ديرير خلف سير على او فوق عكسها سوق تحت لوان يعني بعيد ها واللي زود لها دو يبقى بعيد عن بريدو قريب من عكس بعض ادر ودو على يمين اجوش دو على يسار اكوتي دو بجوار انفاز دو في مواجهه او سنتر دو في وسط ابروكسيمي تي دو يعني بالقرب من بالنسبة لحروف الجر المركبة يتغير شكل حرف اللي هو حرف الجر دو حسب الاسم اللي بعد يعني ايه لولي ايه ادروات دو فهنا حولنا دي ايه الى دو ليه لان كلمة بلاكارد اسم مفرد ايه مذكر لا شيز ايه اكوتي دي تروار الكرسي بجوار الادراج يبقى هنا دي ايه حولناها الى دي اس هنا ليه لان جه بعدها اسم ايه جمع activity décrit les pièces de la maison يعني اوصف اجزاء المنزل عندنا الحجره الاولى دون لا شامبر في الغرفه اليا ان لي يوجد سرير اي ان ارموار في سرير ودولاب دون لو صالون في الصالون اليا ان كنبي اي ان فوتي وكرسي انتري هنا في دون لا سال امانجي في قاعده الطعام اليا ان طابل يوجد ترابيزه اي دي شيز وكراسي في سور لو بيرو فوق المكتب اليا ان لامب اباجوره اي دي سي دي واسطوانات وممكن اقول مثلا اي ان كمبيوتر او ان تي في زي ما احنا عايزين سؤال شوازي لا ريبونس كوريكت خلي بالكم معايا واحد لارموار الدولاب اي انفاس نقط لي السرير مفرد مذكر اذا ناخد لها دو بلس اثنين لا طابل دو شيفي الكومودينو او التسريحه اي انفاس نقط ارموار الدولاب اسم مفرد مؤنث بادي بحرف متحرك بناخد لها دي اي لابس ثلاث لورديناتير الكمبيوتر اي اكوتي نقط ريدو الستاير ستاير جامع يبقى ناخد لها دي اللي هي الاولى أربعة لو
تابلو اللوحة، اي اغوش نوت لامب، اللمبة دي مفرد مؤنث، او الاباجورة بناخد لها دولار. خمسة لورانج سي دي رف الاسطوانات، اي نقط لورديناتير، اي لا لامب. هنا في مكانين، طالما في مكانين عايز اقول بين، يبقى ناخد انتر. ستة لولي السرير، اي نقط لاب انيت، السرير بالنسبة لي الشباك فوق ولا تحت؟ طبعا تحت الايه الشباك. سبعة لوكوزان المخدة، اي نقط لولي تكون طبعا على السرير يبقى سير فوق. ثمانية لوبلاكار الدولاب، اي نقط لي، الدولاب بالنسبة للسرير اكوتي دو اللي هي الاولانية، ما ينفعش دو لا لان السرير مذكر، دون عايزة بعدها محدد، سير برضو عايزة بعدها محدد. الحديث عما نفضله، دير سيكون بريفير، الحديث عما نفضله يعني عشان نفضل حاجة استخدم فيرب ايه اسمه بريفيري يفضل. تصريفه طبعا فعل من افعال المجموعة الاولى، بشيل النهاية اي ار واحط نهايات جديدة مع الجي اي مع تي اس مع ال وال واون اي مع النو اون اس مع البو اي زد مع ال وال يم اي ان تي. بنلاحظ ان الاكسون اللي هي اللي بالشكل ده بتتغير بتتقلب من الناحية التانية خلاص. عند التصريف طبعا ما عدا مع النو والفو فتبقى الاكسون كما هي يا جماعه. خلي بالنا الاسم بعد فعل بريفيري دائما يسبق باداه معرفه، ليه؟ لان بريفيري ده من افعال الميول الاربعه اللي هو فيرب بريفيري وايمي ديتستي وادوري خلاص. هنا دول افعال دايما بعد افعال الميول ياتي بعدهم ادوات معرفه يا جماعه اللي هي لي لا اللي ابص اللي يس. فمثال اهو جي بريفير لي مات، انا بفضل مادة الرياضيات. ايه البريفير لو ها كوستيم نوار، هو يفضل البدلة السوداء. يبقى عندنا فيربي بريفيري لو جه بعده اسم يبقى لازم مسبوق باداة معرفة من الاربعة، يا لي يا لا يا الا ابص يا الا يس، لانه هو من افعال الميول الاربعة. لو جه فعل بعد فيربي بريفيري لازم يكون مصدر، مثال جي بريفير اللي، هنا فعلين اهم، انا افضل الذهاب اوبر، وفي قاعدة بتقول إذا التقى فعلين في جملة واحدة يصرف الأول ويبقى الثاني في المصدر. أما إذا كان فعل ذو ضميرين يتغير ضمير المفعول سو حسب الفعل، يعني إيه؟ لو الفعل جي والفعل ذو ضميرين بناخد مي، طب لو الفعل تي آخد تي، لو الفعل إيل وآل بناخد سو، لو الفعل نو آخد نو، لو الفعل فو آخد فو، لو إيل أفيك إس أو إل أفيك إس باخد سو. خلاص؟ يبقى جي بريفير مي كوشي تو، يعني انا افضل النوم مبكر. سؤال شوازي رقم واحد، كو نقط تي كوم اكسسوار، عايز اقول ماذا تفضل انت كاكسسوارات، طبعا عايز اصرف الفعل مع التي يبقى ناخد الاولى. اثنين كيل فيتمون، ايه الملابس فو، الفعل مصرف مع الفو ناخد لها الاولى. يبقى كيل فيتمون بريفيري فو مدام، يعني ايه الملابس اللي بتفضليها حضرتك يا مدام. رقم ثلاثة اون، اون دي بتساوي الضمير ال، خلاص يبقى الفعل بعدها كانه مع ال تماما، يبقى اون بريفير يعني بنفضل ليكولير كلير، واون هنا تترجم كانها نحن تماما، يعني نحن نفضل الالوان اللي هي كلير فاتحه. رقم اربعه تول موند، قلنا تول موند برضه بتساوي الضمير ال، اذا الفعل اللي بعدها كانه مع ال تماما كانها يبقى ال، يبقى ناخد لها سي، يبقى تول موند كل الناس بريفير سيسبورت، يفضلوا هذه الالعاب الرياضيه. خمس دارين، ده بتساوي طبعا الضمير ال اللي هي الاي، اذا الفعل معاها مصرف مع ال يبقى بريفير. صبي المون، تحب تلبس المون. رقم سته كي، طبعا الفعل بعدها كانه مع ال، كانه مع ال، اذا بناخد رقم بي، يبقى كي بريفير اللي على بلاش. رقم سبعة مي باروند، اعتبرها ايل افيك اس، يبقى بناخد لها سي، يبقى مي بارون بريفير اللي على كامباني. رقم ثمانية تي بريفير نقط تي، عايز فعل ذو ضميرين هنا مصرف، قلنا تي هتاخد تي معاها زائد طبعا مصدر عشان قبلها فعل متصرف، يبقى ناخد لها رقم دي. رقم تسعة إل بريفير، هنا فعل متصرف عايز فيرب في المصدر يبقى مانجي، يبقى هم يفضلون الأكل في الكانتين. سؤال عاشر
علي اي موا، اي اسم زائد موا بتساوي نو، بتساوي نو، اللي هي يا جماعه اللي هو نحن. اذا هنا اختار رقم بي، يبقى علي وانا نفضل السينما. 11 ال ني بريفير با، هي لا تفضل روك، روك دي موسيقى الروك ودي مفرد مذكر، يبقى ناخد لها لي. وخلي بالنا افعال الميول لما تكون منفيه ادوات المعرفه لا تتاثر بالنفي. 12 جي ني بريفير با فيزيك، الفيزياء مفرد مؤنث ناخد لها لا. لو كومباراتيف صيغه المقارنه، دلوقتي بنستخدم صيغه المقارنه لعقد مقارنه بين شخصين او شيئين عن طريق وضع الصفه موضع المقارنه بين طرفي المقارنه. ازاي؟ ما اجي اقارن باثنين بحط الصفه بين بلو وكو، يعني اكثر من، تساوي طبعا علامه زائد اهي، او سي كو يعني مساوي لي، اللي هي بتساوي تساوي لما يقول الاثنين بنفس الدرجه. موان كو، موان يعني اقل من، لما يبقى حاجه اقل من حاجه طبعا بنعلم ايه رمز لها بالرمز السالب ده. مثال علي اي بلو جراند كو توماس، يعني علي اكثر طولا من توماس، يعني علي اطول من توماس. لو بلوفر اي او سي جولي، ايضا جميل، كو لا شيميز، مثل لاميس، يبقى الاثنين متساويين في الجمال، اذا خدنا اللي هي او سي وكو. لا موتو الموتوسيكل، اي موان شير اقل غلاء كو لا فيون من الطياره، يبقى هنا موان اقل، هنا بنقارن من حيث الايه هنا الغلاء، طبعا اكيد الموتوسيكل اقل من الايه لافيون الطياره. خلي بالك الصفه موضع المقارنه تتبع الفعل في الجمع والتانيث، يعني ايه؟ لافيست ده اسم مفرد مؤنث، اللي ما بين المقارنه اللي هي جولي لازم تكون مؤنثه تابعه للفعل الاول. مثال لافيست الجاكيت بلو جولي اكثر جمالا كيلو بلوفر من البلو. ليش يسير اتالون الحذاء بكعب، طبعا دي جامعة. سون موان اليجانت، جبنا كلمه اليجانت هنا جامعة وجامعة مؤنث كمان، ليه؟ لان الاحذيه جامعة مؤنث، خلاص ما ننساش الحته دي. الصفه موضع المقارنه لا تجمع ولا تؤنث اذا سبقها التعبير سي، و غالبا بيبقى قبلها كوما حتى لو كان الموصوف مؤنث او جمع. مثال لافيست في بعدها كوما اهي، سي بلو جولي، لازم الصفه بعد التعبير سي تبقى صفه مفرد مذكر حتى لو الكلام هنا عايد على مؤنث او جمع. يبقى الجاكيت سي بلو جولي اكثر جمالا في لو بلو. لي شوسير اتالون ها وكوما وسي، خلي بالنا من الكوما والسي، موان اليجانت كو لي ساندر، فكلمة إليجانت كانت صفة مفرد مذكر عشان قبلها سي. الصفة بن لا تسبق ببلو ولكن تحول إلى كلمة ميير، يعني أفضل سواء مذكر أو مؤنث. لو بلوفر إي ميير كو لا شيميز، يعني أفضل من الإيه من القميص. هنا لا روب إي ميير زودنا لها إي لأن الفعل هنا مفرد مؤنث كو لا جيب. الصفة موفي اللي هو سيء أو موفيز لا تسبق ببلو برضه ولكن تحول الى بير يعني اسوأ. لو طبي اي بير كو لا لام، يعني السجاده اسوأ من الايه من اللمبه. لتبرير عما نفضله نستخدم حاجه من الاثنين، يا اما بارس كيو زائد جمله يا اما علامه الترقيم اللي هي الكوميدي. جيني بريفير با لو هامستر، هامستر ده حيوان قارد صغير يشبه الفأر. بارسكو إلي موان سيمبا لأنه أقل جمالا كيلو شا من القط. ممكن أحط علامة الإيه؟ الترقيم اللي هي الكوما دي. جي بريفير لو شا، أنا بفضل القطة أو القط. كوما إلي بلو سيمبا لأنه أكثر لطفا كيلو أمستر من الإيه؟ الحيوان هذا القارد. سؤال شوازي رقم واحد، جيني بريفير بالاروب، انا لا افضل الفستان. طالما ما بتفضلوش يبقى هو اقل جمالا من الجيبه، يبقى ناخد موان، يبقى ليه موان اليجانت كو لا جيب عشان مش بيفضله. رقم اثنين، جان في دو 60 كيلوغرام، يعني جان وزنه 60 كيلوغرام، بيير وزنه 80، يبقى جين ده طبعا اقل ايه حجما من ايه من بيير، يبقى ناخد موان اقل، وكلمه جرو يعني تخين. رقم ثلاثه،
جادمير أنا معجب للامب إيه لو تابي بالأباجورة والسجادة هنا الاثنين معجب بالاثنين يبقى للامب إيه أو سي أوريجينال طالما الاثنين متساويين في الإعجاب يبقى أيضا أوريجينال كو لو تابي يبقى باخد أو سي وصفة وكو لما يكون متساويين في الحاجة رقم أربعة لافيست الجاكيت إيه بلو نقط كو لو بلوفر الجاكيت مفرد مؤنث يبقى ناخد الصفة المؤنثة يعني أكثر غلاء من البلوفر خمسة ليش يعني الكلاب سون بلو الكلاب جمع مذكر كو ليز أمستر يبقى ناخد الأولى أكثر ذكاء من الحيوانات القارضة ستة ليش يسير الأحذية سون أوسي الأحذية جمع مؤنث وكل ما يلبس في الرجل فهو جمع مؤنث سون إين إليغانت جمع مؤنث كو لي صندل سبعة ليشا القطط إل سون بلو القطط جمع مذكر يبقى ناخد جانتي الأخيرة إل سون بلو جانتي كو ليشيان رقم ثمانية لا تابلت وفينا كوما وسي ما ننساش يبقى ناخد الصفة المفرد المذكر الأولى انتريسانت كو لورديناتير مع إن لا تابلت مفرد مؤنث عادي رقم تسعة لاجيب نفس الحكاية سيم وان هناخد الأولى ليه؟ لأن هنا في كوما وسي يأتي بعدها صفة مفرد مذكر يبقى سيم وان أوريجينال يعني أقل جمالا من الجنس عشر لا فامي سي أو سي نفس الحكاية هناخد الأخيرة لأن هنا كوما وسي يأتي بعدها صفة مفرد مذكر يبقى الثلاثة دول هنا دي مؤنث 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 بس ملناش دعوة طالما جت سي 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 على طول لازم يأتي بعدها صفة مفرد مذكر 11 ليبي دي القصص اللي هي المصورة بلو سيمبا كو لي رومان طبعا القصص المصورة دي جمع مؤنث يبقى ناخد لها الأولى يبقى إلسون بلو سيمبا كو لي رومان مواقف لها أكثر من رد ودي محلولة ونقرأ كده أي جزء منها تي دي ماندا تنامي تسأل صديق لي ميبل عن أساس دوسا شامبر غرفته هتقول له إيه؟ كيس كليا دون تا شامبر ماذا يوجد في غرفتك؟ كل ميبل إيه الأساس؟ تي مي دولا دون تا شامبر كل سون لي ميبل دو تا شامبر أفيك كوا تي ميبل تا شامبر موقف كمان تي أنديك أنت تذكر الأساس دون تا شامبر بتاع أوضتك هتقول إيه؟ اليا أن لي يوجد سرير اليا إن أرموار يوجد دولاب اليا إن تابل دو شيفي هنا إليا أمبيري وطبعا الباقي بنفس الحكاية يا جماعة سهلة تقرون لأنه كله محلول هنيجي في صفحة الإيميلات صالي أنزلها زي ما هي طبعا بيجي لي إيه سؤالين عايز إجابتين سؤال أولاني كومون إيه تا شامبر خلي بالنا دايما من الأداة كيف تكون غرفتك الإجابة ما شامبر إيه جران غرفتي كبيرة كلمة بالإيه الأساس إليا دون تا شامبر اللي موجود في أوضتك أقول كده إليا أن لي يوجد سرير إن أرموار إيه أمبيري يوجد سرير ودولاب ومكتب أبلس الإيميل الثاني بونجور زي ما هي دو كيل كولير إي تا شامبر لون أوضتك إيه ما شامبر إي أون بلو سيل يعني أزرق سماوي طيب كيس كي تي مي كوم ديكوراسيون حطت إيه كديكور أول جي مي أن كنبي دي ريدو ستاير إي أن تبي وسجادة تشاو بونسوار هي بونسوار كل انيمال تي بريفير اي حيوان تفضل جي بريفير لي شا بفضل القطط طب ليه بوركوا ال سون بلو انتليجانت يكون اكثر ذكاء كوليشيان من الكلاب اوريفوار اهم الموضوعات ديكريتا شامبر اوصف قطك ما هنا ما شامبر ايجراند غرفتي كبيره الي اون روز يعني هي لونها وردي كلها على بعضها لان اون بياتي بعدها اللون السائد في المكان كله دون ما شامبر اليا أن لي يوجد سرير ديفان إن أرموار أمام الدولاب إليا أوسي أن أورديناتير سيغ أن بيرو يوجد أيضا كمبيوتر فوق المكتب جيمي إن لامب أضع أباجورة سيغ إن تابل دو شوفي على الكومودينو إليا أوسي دي ريدو يوجد أيضا ستائر إن تبي كولوري وهنا سجادة ملونة تي اكسبليك اشرح اون كومباريزون بالمقارنه بوركوا تي بريفير لي شا اللي بتفضل القطط
ليجنز باناتيليجنز الى تابلت. هنا جي بريفير لي شا بفضل القطط. ايل سون بلو جونتي كو لي شيان. جي بريفير لي جنز باسكو ايل سون بلو كونفورتابل كو لي روب. جي بريفير لا تابلت باسكو ايلي بلو براتيك كو لورديناتير. بنيجي دلوقتي اعزائي طلبة وطالبات سنة تانية، هنحل خمس وثائق على الدرس الثاني من الوحدة الرابعة، خلي بالكم معايا. طبعا فينا صورة، دي صورة غرفة نوم، فينا سرير ودلاب وفي حاجات على الأرض، نخلي بالنا من الحاجات دي. أول حاجة بيقول لي إيه؟ سيتين جراند شامبر، إنها غرفة كبيرة. فان كاتر متر يعني مساحتها 24 متر. إلي إن أوردر هي مرتبة. إليا أن لي يوجد سرير أفيك إن كوفرتير فيرد مع ملاية أو مفرش أخضر. كوفرتير مفرش. سيغلولي على السرير إليا إن سيرفييت أورانج يوجد فوطة برتقالي. إيدي شوسيت بلان إبلو وشراب أبيض وآف أزرق. بارتير على الأرض إليا دي شوسير بلانش يوجد حذاء أبيض. إيان بالون دو رجبي وكرة رجبي. لي فيتمو الملابس سون دون لارموار في الدولاب. سور لارموار يعني فوق الدولاب اللي يا دوبوات يوجد علبتين. النقطتين بيشرح إيه العلبتين دول. لين إيه روج واحدة حمراء إيه لوتر بلو والأخرى زرقاء اللي هو العلب. سور لا كومود على الكومودينو Il y a un livre, يوجد كتاب. Il y a aussi un table, يوجد أيضا un table de chevet اللي هو كومودينو أو تسريحة يعني. Et une lampe و أباجورة أو ديسو في الأعلى. Enter l'armoire et la table de chevet بين الدولاب والكومودينو. Il y a une corbeille à papier, يوجد سلة للمهملات. Il y a pas de tapis, مفيش سجادة في الغرفة. الأسئلة خلي بالنا لازم نقرأ القطعة مرة كمان يا جماعة، وحاولوا تحلوا لوحدكم بعد كده شغلوا الفيديو كمان مرة. شوازي رقم واحد، لا شامبر نيبا ليست إيه يا جماعة؟ ليست صغيرة. بتيت عرفت منين؟ هنا قال لي جراند شامبر. اتنين سيغ لولي فوق السرير اليا دو شوسيت يوجد شراب. شراب لونه إيه؟ بلان إيه بلو. رقم 3 دون لا شامبر في الغرفة اون نيفوا با مفيش سجاد اللي هي رقم بي لأن في ستاير ودولاب وسرير. 4 سيغ لا تابل دو شيفي اليا هنا على الكومودينو يوجد ايه ان لامب أباجورة وقال لي الكلام ده قدامنا فوق خلاص؟ نيجي على الوثيقة الثانية. مو أنا سي صوفي اسمي صوفي. طبعا دي بتساوي جو مابيل صوفي جي سوي صوفي إلى آخره. جي بارتاج ما شامبر أنا أتشارك غرفتي افيك ما جراند سير ما أختي الكبيرة ليا. يبقى صوفي أختي ليا. إلي بيل إي جراند الغرفة كبيرة وجميلة. اليادو لي يوجد سريرين في الغرفة. ان اكوتي دو لوتر واحد بجوار الاخر سرير جنب الثاني. اون مي نضع ان لونج تابل دو شوفي تسريحه كبيره طويله. انتر لي دو لي بين السريرين او كومودينو بين السريرين. اليا ديز ايتاجير بلو سيل يوجد ارفف ازرق سماوي. او دي سو في اعلى ديلي اعلى السراير فوق السراير. اون فاز دو شكلي أمام كل سرير إليا أم بي تي بيرو مكتب صغير بور إتوديي للمذاكرة أو لير أو القراءة. ديفان شاك بيرو أمام كل مكتب إليا إن شيز نوار كرسي أسود. ليز إيتاجير سون بلين دو ليفر سكولير الأرفف مليئة بالكتب الدراسية. سيغ لابورت دو لا شامبر على باب الغرفة إليا تروا بوستر يوجد ثلاث ملصقات صور يعني. أكوتي دو لا بورت بجوار الباب إليا كاتر تابلو يوجد أربع لوح أو أربع تابلوهات.
بور لي مونيمو سيليبر اون فرانس، من اجل الاثار الشهيره بفرنسا. ما شامبر ايفريمو شويت، يعني حجرتي فعلا جميله جدا. دي القطع لازم تقري كمان مره عشان فيها حاجات كتير يا جماعه. رقم واحد شوازي ليا اي صوفي صن، ليا وصوفي قلنا ان هما اختين اتنين، اختين اتنين اهي، ادي صوفي وايه وليا، وقالت ايه اختي الكبيره ليا. دي واحد. دولا شامبر اون تروف، في الغرفه بنلاقي ايه يا جماعه؟ دولي سريرين اتنين، واحده لصوفي واحد لليا. رقم سبعه بقى انتر ليلي اليا، بين الايه السراير يوجد ان طابل دوشيفي، يوجد اللي هو كومودينو كبير او تسريحه زي ما احنا قلنا، وده طبعا موجود الكلام ده هي اهو حاطين لونج طابل دوشيفي انتر لولي عشان ما نتلخبطش. دايما كل شويه نرجع للقطعه وما نيأسش. اون رانج لي ليفر سور، احنا بن ايه بنصف الكتب على ايتاجير على الارفف. طبعا الوثيقه الثالثه يا جماعه سيلين بتقول سالي اتوس، اهلا بالجميع. جي ان جولي شامبر، انا عندي غرفه كبيره جميله. جي سوي توت سيل دون ما شامبر، انا لوحدي في الغرفه. سي موا كي لا ديكور، انا اللي بزينها، انا اللي بزخرفها. ليمير سون بلان ايفير، الحوائط ملونه باللون الابيض والاخضر. اليادي بوستر، يوجد بوسترات اللي هي لوح يعني بارتو في كل مكان. لي ريدو الستاير سون روج اي بلان، لون احمر وابيض. اليا انتبي، يوجد سجاده روج حمراء. او مليو دولا شامبر، في وسط الغرفه. اكوتي دي ريدو، بجوار الستاير. إليا لو بوستر دو فريدا كاهلو، ده هنا صورة كبيرة لي أو لوحة يعني لفريدا كاهلو دي. سي ما بينتر، إنها رسامتي بريفري المفضلة. مون لي سرير بتاعي جراند كبير. إي لي كوزان والمخدات فون كولوري ملونة. ديفان لولي أمام السرير. إليا إن جراند كومود، في كومودينو كبير. اي سور لا كومود، وعلى الكوميدونو اليا يوجد بوكود وبارفام كثير من العطور. لا تلفزيون اي دي فالولي، التلفزيون امام السرير. سو لا تلفزيون، هنا تحت السرير اليا يوجد دي تيروار ادراج او جيرانش، حيث اصف او برتب مي ليفر كتبي سكولير المدرسيه. مونبيري المكتب بتاعي. اي انتر لارموار، بين الدولاب وإيه لولي والسرير. سيلين برضو نقرأ القطعة كمان مرة يا جماعة. سؤال شوازي سيلين إيه مبوكو، سيلين بتحب أكيد كل إيه، تحب الرسم. ليه؟ لأن قالت طبعا عندها هنا بوستر لفريدة دي لأنها رسمتها المفضلة، إذا هي بتحب التلوين. وبعدين قالت كمان في الأول إيه، أنا سيموا كي لا ديكور، والحوائط يعني هي اللي عاملة كل حاجة بالألوان. اثنين اون فاس دولي، أمام السرير. إليا، إليا إن إيه أرموار، يوجد دولاب، يوجد. طيب كده هنا اون فاس دولي أمام السرير، نشوف تاني كده يا جماعة معلش. أمام السرير هناخد هنا إليا إن كوموت، بلاش دي. طب نشوف كده هنا انفاس دولي، يعني في مواجهة الايه السرير. هاي كومود خلاص، يوجا كوميدينو. ثلاثة دون لا شامبر ليمير سون فير بلان، ليمير سون فير بلان يعني اخضر في ايه في ابيض. رقم أربعة والأخيرة سور لا كومود إليا دي بارفام، يوجد عطور. بنيجي على الوثيقة الرابعة، نخلي بالنا يا جماعة. الوثيقة الرابعة أفيكوا بأي شيء ديكوري فو شامبر،
تزينوا غرفكم؟ السؤال ده للثلاثة دول. سوزان بتقول ما شامبر اي بيتيت، حجرتي صغيرة. لو بيرو المكتب، اي سو لا فينيتر تحت الشباك. لو بلاكارد الدولاب، اي انفاز دولي امام السرير. ان يابا دو تابي لا يوجد سجاد. اليا ان لامب يوجد اباجورة. سيغ لا كومود على الكومودينو. ده بالنسبة لمين؟ لسوزان. جوليان جي ان شامبر بريفي لي حجرة خاصة. سيمير حوائطها سون بنت مدهونة اون بلين سيال اون بلو سيال باللون الازرق السماوي. لي ريدو الستاير سون بيج ايمارون بيج وبني. اكوتيدو لي بجوار السرير. اليا ان تابل دو شيفي يوجد كومودينو. سيو لو بيرو فوق المكتب. اليا ان اورديناتير يوجد كمبيوتر. اي ان رانجي سي دي ورف للارف رف للاي للسي ديات اسطوانات. جادور لا ميوزيك انا احب كثيرا الموسيقى. برنارد بولجي بارتاج ما شامبر اتقاسم غرفتي افيك مون بيتي فرير مع اخي الصغير. جي ديكور ما شامبر انا ازين غرفتي افيك ديز فيش سور ليمير بملصقات على الحوائط. اليا دو بيتي برو يوجد مكتبين صغيرين. اي دو لامبادير وابو جورتين اثنين او لامبتين اثنين. اليا اوسي دو بيتي بلاكار يوجد ايضا دولابين صغيرين. ده بالنسبه لبرنار. السؤال الاولاني بقى لا شامبر دو جوليان. اي غرفه جوليان تكون بلو سيل. عرفت منين؟ اهي بلو سيل. اثنين دون لا شامبر دو جوليان. اليا في غرفه جوليان يوجد ان تابل دو شيفي. في غرفه جوليان يوجد تابل دو شيفي. اي السؤال التالي برنارد بارتاج سا شامبر افيك سون فرير يتقاسم يشارك الغرفه مع اخوه. سوزان مي نقط سور لا تابل دو شيفي حتى يعلى كومودينو ان لامب اللي هي لامبا. السؤال اللي بعده دي وثيقه خاصه بطلبه الازهر. هنا ستيفان بيقول سالي دانييل اهلا يا دانييل. جابيت دون زان كارتيير قال انا اعيش في حي هادئ. بريدو لامير بجوار البحر. لي ميبل العماره او جي ابيت حيث اعيش. سو كومبوز تتكون من دو ديزيتاج 10 اطوار اللي هي طوابق 10 ادوار. نوترا بارتيمون في دو 200 متر يعني شقتنا مساحتها 200 متر. Il donne sur un grand jardin تطل على حديقة كبيرة. Ma chambre est rangée et grande غرفتي مرتبة وكبيرة. Donne ma chambre في غرفتي j'ai un bureau عندي مكتب avec des tiroirs oui أدراج. J'ai range mes livres أنا أصف أو أرتب كتبي أو أضع كتبي et mes CD واسطواناتي sur les étagères على الأرض. أكوتي دو مولي بجوار سريري. إليا إن بتيت أرموار في دولاب صغير بور مي بتمو لملابسي إي ميش وسير واللي هي الأحذية. سيغ لي مير على الحوائط. جي كول دي بوستر يعني أنا أعلق صور دو ستار دو سينما لنجوم السينما إي دو ميوزك والموسيقى. سيغ لا فينيتر على الشباك. إليا دي ريدو ستاير بلو إيروج أزرق في أحمر. إليا أم بيتي تابي في سجادة صغيرة أفلير مشجرة أو مليو دو لا شامبر في وسط الغرفة. ستيفان سؤال أولين دون لا شامبر في الغرفة إن يابا دو تابل دو شيفي مفيش كومودينو. ستيفان إيم بوكو بيحب كتير لا ميوزك. ثلاثة ستيفان رانج سي ليفر sur les étagères. رقم واحد صح ولا لا شامبر دو ستيفان اي رانجي الإجابة صح. لو تبي السجادة اي اريير مخططة باللون الأسود ألوان سودة غلط. لابارتمون في 200 متر الشقة مساحتها 200 متر الإجابة فري. وبكده أعزائي طلبة وطالبات سنة تانية انتهينا من شرح الجزء الأول مع خمس قطع للدرس الثاني من الوحدة الرابعة.
واستنونا الفيديو القادم إن شاء الله، هنكمل مع بعض المواقف وسؤال القواعد. وما تنسوش الاشتراك بالقناة، وأتمنى لكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.